كنا لسه في فقرتنا اللي فاتت بنتكلم عن رمز وأيقونة من أيقونات الفن والطرب والطرب الشعبي تحديدا مع حسن الأسمر، ولكن مصر ولادة وكمان في مجال الرياضة، الرياضات المختلفة كرة القدم وغيرها، لا عندنا كمان الألعاب القتالية، وده اللي هيكون كلامنا عنه دلوقتي. معانا برضو عن لعبة الملاكمة، لعبة الملاكمة، وربما واحنا بنتابع الأولمبيات وبنشوف ألعاب مختلفة ومن ضمنها الملاكمة وكيك بوكس وغيرها، مصر لها نجاحات كبيرة جدا وفي نجوم فيها وليهم باع في تأسيس اللعبة في مصر يعني، وإن يكون ليهم باع كمان دلوقتي في التدريب وإن هم يدربوا أجيال جديدة. معنا كابتن سيد مرعي ملاكم، سيد مرسي، عفوا كابتن سيد مرسي، الملاكم السابق والمدرب حاليا، اللي هيكلمنا عن رحلته مع رياضة الملاكمة ومستقبلها في مصر، وكمان رياضته حاليا او مستقبله حاليا كمان، عفوا رحلته في مسألة التدريب. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، يومك سعيد. اهلا وسهلا. يعني نرجع مع حضرتك كده لزمان شويتين وبداية حضرتك مع الملاكمة، ليه اخترت هذه النوعية من الرياضة؟ والله هقول لحضرتك، أنا كان في جار ليا أكبر مني سنا كان بيلعب في المنتخب العسكري، فكان كل يومين ثلاثة ألاقيه معدي حاطط الجوانتي أو الكلابز اللي احنا بنقول عليه على كتفه، شكل كده هو ساعة ألاقيه وشه مورم ساعة. فأنا بقيت أبص يعني، وقلت في نفس الوقت طب ما انا العب اللعبه دي ما منها ادفع عن النفس. وخدني في مره اتفرج عليه عجبت بيها، ما خفتش من النتائج اللي كنت بتشوفها بعينه اللي مورمه؟ لا، عشان انا صعيدي ومنطقه سراي القبه، ف ما كانش في دماغي الحاجات دي. كان سن حضرتك وقتها قد ايه لما بدات تلعب ملاكمه؟ يعني كان عندي ساعتها في حدود 12 13 سنه. طفل لسه، بس في نفس الوقت يعني بتطلع ان انا يعني ابقى انسان قوي. اللعبه نفسها خدتني لما جيت اتفرج، شفت فيها فنيات عجبتني. هو السن المناسب اصلا ان يبدا مثلا الولد يدخل في فكره ان هو يتعلم الملاكمه، سن كام مثلا؟ يعني حضرتك احنا بنبدا مثلا، انا حاليا ببدا بالسن الصغير النشا اللي هو بنقول عليها زي بذره، 4 سنين 5 سنين ولا اكتر من كده؟ لا، لازم مش اقل من 10 سنين. 10 سنين يعني الملاكمة تحديدا ولا يعني كل الألعاب القتالية من وجهة نظر حضرتك؟ لا، أنا بتكلم على الملاكمة بتاعتي أنا، حتتي أنا. الولد زي البنت في الموضوع ولا تفرق؟ لا، زي البنت، بس هي البنت بتاخد يعني لما بنيجي ننزلها في بطولات رسمية بناخد مثلا يعني عندنا السنة دي هتبقى 2006 و2007 ده اللي هو تحت السن. لا، الولاد الصغيرة السنة دي هيبقى 2011. بتشوف ليه البنات بقوا مقبلين على فكرة ان هم يتعلموا الالعاب القتالية، ملاكمة وكيك بوكسنج والحاجات دي؟ اقول لحضرتك، هو بالنسبة للبنات بيبقى العدد عندنا قليل فيها. يعني مثلا في الاولاد بنلاقي بندخل في دور ال 32، يعني بنلاقي 32 لاعب في الميزان. البنات بنلاقيهم مثلا اقصى حد اليوم كام؟ 16 بنت. يوم ما نقول الميزان ده مليان. هو في الملاكمة في أوزان مختلفة، كل اتنين بيلعبوا على نفس الوزن؟ أيوة. مظبوط كده؟ مش هو يعني ايه مثلا ميزان، هنقول مثلا 48 كيلو. 48 كيلو دي البنت ما تزيدش عن 48 كيلو حتى لو ب 100 جرام 50 جرام، لا تلعب بالميزان اللي بعده. وشفنا بتبدأ مثلا من 46 ل 48. طب ايه الحكمه يا فندم، برضو ده سؤال ربما فنيات حضرتك تشرح لنا، ايه الحكمه ان هو يكون في وزن معين مع بعض؟ هل ده يعني يكون من باب التكافؤ في فرصهم مع بعض والقدرات بينهم؟ يعني دي بترجع ان القوه. اصل ممكن حد يكون وزنه اقل بس ضربه ايده يعني اعلى. لا، كل ما بيكون اتقل كل ما بتبقى عنده القوة بتاعت ايده اقوى من اللي هو اقل منه في النساء. طب حضرتك تبعت اللغط اللي اتقال على ايمان خليف الجزائريه دي، ان هي والتنمر اللي حصل لها في الاولمبيات وقبلها كتير، وانها اتحرمت قبل كده من بطولات دوليه بسبب ان هي بنت، لا مش بنت، ولد، لا مش ولد، يعني الكلام اللي اتقال عنها ده حضرتك تبعته ولا لا؟ ايمان خليف الجزائريه؟ لا، ما تبعتش. يعني بتفرق لكمه البنت عن لكمه الولد؟ طبعا. طبعا فيها قوة، بس مش زي قوة الولد.
يعني ما ينفعش بنت وولد يلعبوا مع بعض، لا طبعا كده الاولاد بنزل بنت مع ولد علشان هي قويه، عشان هي قويه دي حاجه، ومنهم كانت لميس عاشور ديت حاليا دلوقتي رائده في الجيش، كانت بطل الجمهوريه علي، كانت بطل الجمهوريه لميس زياد سنتين، وعندها الباور اللهم صل على النبي يعني جامد طب جدا. انا لو انا ابني او بنتي سنه صغير ونفسه يلعب ملاكمه انصحه بايه وتنصح الاهالي بايه؟ هي لعبه مكلفه ولا لعبه مش مكلفه؟ انا من وجهه نظري ما فيش لعبه مش مكلفه. كل الالعاب مكلفه. ما فيش حاجه مش مكلفه. يعني احنا كنا زمان انا كمدرب كنت ساعات بتبع من جيبي حبا في اللعبه في الولد نفسه او في البنت. بتتبناه وشايفه موهبه جايه يعني. لو حتى في اشتراك كمركز شباب مثلا اشتراك سنوي بيدفعوا بدفعه له. كسب بطوله بس الادوات بتاعت الملاكمه هي الجلافز بس ولا لا بيحطوا حاجات؟ في واقي اسنان طبعا. وفي واقي راس، الواقي الراس دوت اللي عمل زي الخوذه ده كده. ايوه ده بنخليه مثلا لغايه سن 18 الدرجه الاولى من غير واقي راس. طب ليه مش يعني ده مش يمثل خطوره برضه الراس هتبقى ضعيفه؟ عشان ده بتبقى للوائح القانوني الدولي. ما احنا بنحاول نستفسر بس عشان اللي بيسمع دلوقتي وابنه مثلا عاوزه يلعب فيبقى فاهم كده الامور، لانها دايما الناس ملمه اكتر بكره القدم مثلا. ايوه كره اليد وغيره، ولكن الالعاب الفرديه دي الناس محتاجه انها تتعرف عليها اكتر عشان احنا عاوزينها تنتشر بشكل اكبر هنا في مصر. هو يعني احنا بنتمنى دي. ويعني زي ما قلت لحضرتك الاول كنا بنشجع الولاد وبنجري وبنعمل. هي النقاط بتحسب ازاي في الملاكمه؟ كل ضربه مؤثره بينزل ليها البونت بتاعها. والضربات المؤثره دي ليها اماكن، يعني امتى تحسب خطا للعيب انه خبط المنافس ليه في منطقه غلط؟ لا هو يعني المناطق، اولا احنا الضرب بتاعنا بيبقى مقدمه القبضه بتاعت او القلاوز بتاعت هنا يعني بالثلاث عضمات دول. والصباع الابهام ده جوه صح ولا بره؟ هو اساسا الجوانتي بيبقى برضه مصمم عشان القبضه نفسها القوه نفسها في الشكل ده. فممنوع طبعا ان انا اضرب كده بنقول عليها كوبايه. اضرب كده اضرب بظهر الجوانتي. يعني دي تلاقيها ممكن حضرتك تلاقيها مثلا في الكونغ فو في الكيك بوكس يضربوا بظهر الجوانتي مش عارف. لا ده عندنا ممنوع. هو بيستخدم الوضعيه اللي حضرتك اتكلمت عنها دي بس في الدفاع عن نفسه، بيحطها قدام وشه تقريبا كده. هو بيحمي وشه اللي هي منطقه كدا. الوجه. في نفس الوقت عندك حضرتك اللي هو منطقه الدقن ديت دي اضعف حاجه في البني ادم. ايه المناطق اللي فيها اللي يبقى مخالفه لو ضرب فيها؟ امتى تبقى المنطقه فيها مخالفه رياضيا يعني في اللوائح بتاعتهم لو اتضرب فيها؟ هو بيضرب فين بالظبط المسموح له؟ هو مسموح له من اول منبت الشعر لغايه الحزام.